حمص، حمص بابهود، هنا حمص القديمة. هذه المنطقة الأسرية التي لم يرحمها هذا الجيش الأسدي الهمجي الغاصب، إنها تمثل تراث لحمص وأسارة حمص وحجارة حمص السوداء. هذه المنازل الأسرية التي دمر أغلبها بسبب القصف العشوائي والهمجي من هذا الجيش الأسدي. إنه بيت أسري، ولكن هذا النظام غير عابئ بقيمة هذه المنازل التي دمرت. حمص العادية، بابهود، أم الحجارة السوداء.